واجلد ذاتي. انت مش واخدي من الشارع عشان تشك فيها عمال على بطال. اختيش يا اخي التصرفات دي. مدام رغوة انا مش هقعدك فيها. مدام تعالي. مش طايقه. مش طايقه ريحتك يا اخي. حقيقي شفتي يا رغدة؟ مش هو وعدني قدامك انه هيبطل شك ويبطل تصرفات سيئة معايا؟ عارفة بيعمل ايه؟ مبهدلني. ديل الكلب ما ينعدلش ابدا. طب وليه ديل؟ ما هو كلب اساسا. اسف يا مدام رغبة، ده الموضوع مجرد زوبعة في فنجان. انت عارفة عمل ايه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ مركب جهاز تصنت في التليفون بتاع البيت. ايه؟ تصنت؟ ليه؟ متجوز جاسوسة؟ متجوز سيرين قهروني؟ انت كل ما تشوفيني تزرفيني بالشنطة في صدري. انا اسف لحضرتك بس انا ما كانش قصدي اتصنت عليها ولا حاجه، انا كنت بتابع تحركاتها. كل ده ليه؟ عشان بحبها، بغير عليها حتى من البلتكنات بتاع الشبابيك. ليه يا حبيبي بتعمل في نفسك كده؟ ليه؟ انت اي نعتك شبه من السيفون البلدي اللي متعلق في السقف، فاكره؟ ايوه ابو سلسله في السقف. كل ده مش فارق، الراجل مش بشكله، الراجل باحساسه. تعبه نفسك في بتنصحي؟ ده اكسباير. تاتا بالله العظيم، انا مسافره عند اهلي في المنصوره وهجيبهم هما اللي يتفاهموا معاك. لا كله الا كده، انا سكت لك كتير، ما عنديش الكلام ده ولا ستات تسافر بالليل. تعالي هنا، خد تعالي هنا. اوعى شيل ايدك، وانا حلفت يمين ثلاثه اني مسافره يعني مسافره. عشان حلفانك ما يقعش في الارض انا عندي حل كويس. مدام رغبه. رغبه يا حيوان. انا اسف يا مدام رغبه، ممكن النهارده تاخديها ببيتها في حضنك؟ انت متاكد؟ في حضنك. انت هتضلي قاعده على السرير كده مش هتنامي؟ لا نامي بالسلامه انت يا حبيبتي، انا هنام على الكنبه بره. اقسم بالله لا الم شنطتي دلوقتي واطلع على بلدي منصوره، ولا احس ابدا ان انا ضايقتك في بيتك. لا يا حبيبتي اقسم بالله لا امشي. هفهمك. اقسم بالله ما انا عادلك فيها. ايه اقسم بالله كتيره دي؟ انت فاكره نفسك في محكمه الاسره ولا ايه؟ الموضوع بس ان انا بشخر وانا نايمه فخايفه ازعجك يعني. تيجي ايه جنب حمار الحصاوي اللي انا متجوزاه اللي بيشخر حتى هو صاحي؟ انت شايفه كده؟ اه ماشي اتفضلي ورحراحي. هتنامي كده؟ كده ازاي يعني؟ مش هتقلعي؟ انا لو قلعت هنزعل كلنا على فكره. في حد في الدنيا ينام ببشكير الحمام؟ ايه ده وانا ما قلتلكيش؟ ايه؟ مش انا احتمال اخد دش وانا نايمه فقلت امن نفسي. ضحكتيني ضحكتيني يا مضروبه وانا مقهوره. في ايه؟ في ايه يا وليا؟ رغدة. انا حاسه ان ده رخيصت اوي. رخيصتي اوي؟ بقيتي بكام يعني؟ مش قصدي، انا قصدي ان معامله جوزي ليا قدام الناس مرخصاني قدام نفسي وقدام الناس. بيحبك يا حبيبتي بيحبك. الحب عمره ما كان كده، ده عامل زي الدبه اللي قتلت صاحبها. لا فيدي عندك حق، لا ده هو معدي الدبه بكتير. انت عايشه مع وحيد قرني حياتي. شفتي يا رغدة انا بتعذب قد ايه وساكته؟ بقول لك ايه يا يسرى حبيبتي؟ انا اللي بتعذب على فكره. انا متعشيه قرنبيط بالبيض، يعني قرصه كمان من دول حاجه تفلت مني انطرك برا الشباك. انا حذرتك على فكره. مخمضة وخناقة وخضة، سر القوة في سوبر رغدة. هايل هايل يا رغدة. الكاميرا وقف المية. حد يوصل المية؟ حد يوصل المية؟ بص يا زيد ده انت هتعمل ايه؟ حد يعمل عربية؟ حد يعمل عربية؟ اقفلوا كوبري خلاص يا رغدة. انا اسفه خالص يا مستر ادهم، عمال اقول لهم حد يقفل الميه، حد يقفل الماسوره الام، محدش عايز يسمعني. انا اسفه. حصل خير؟ انا بس كنت خايف على الاجهزه، على قوم الشغل كان هايل. بصي يا رغدة رغم ان احنا اتغرقنا يعني، بس والله العظيم دمك خفيف. انا متاكده ان انت بعد الاعلان ده هتمثلي. ايه اللي هتمثل؟ وانا اللي هخرج لها كمان. ليك عندي حته فيلم هبقوله لك على انفراد. لا انا مش عايزه امثل، انا مبسوطه بالاعلانات. شكرا. احنا بكره فرك شاب. ليه؟ الرجاله تعبوا قوي، احنا عندنا شغل كتير. انا كده الايام هتفرط. اسمع كلام كانش يا اخي عشان الرجاله تعبوا، عشان عيد ميلاد رانيا. اوه
هابي فالنتاين يا رانيا. ميرسي يا جريشة. ايه ده معقولة؟ هو عيد ميلاد رانيا؟ كل سنة وانت طيبة يا رانيا. وانت طيبة يا رغدة. بقول لك ايه، لازم تيجي. اجي فين؟ لا لا ما ينفعش. اصل انا داخل عليا برد، وانا البرد لما بيمسك صدري مش عايزة اقول لك كمية كحة ولا كمية بلاغن، برقد اسبوع. ولا انتوا مش عايزين تكملوا الشغل ولا ايه؟ انت هتعملي زي عيد ميلاد ملك؟ والله العظيم هزعل منك. من الاخر كده لو ما جيتيش رحمة امي هاجي الاوضة واجيبك من شعرك. انت ليه عنيف كده؟ خلاص هاجي هاجي. اوه بيت خيالك المريض. اذا سيطر شخص ما على تفكيرك فهذا هو الحب، لا محالة. انت ايه اللي جابك هنا؟ ملك قالت لي. يعني انت جاي هنا عشان؟ ما كانش ينفع ما اجيش يوم الميلاد. كل سنه وانت طيب. انت كمان عرفت يوم عيد ميلادي؟ تحب اقول لك اتولدت يوم 20/4؟ الساعة كام بالظبط؟ لا دي صعبة عليك شوية. أصل أنا اتولدت يوم 20/4 الساعة 12 إلا 5. أنا لو كنت اتأخرت 5 دقايق بس كان زماني دلوقتي برج الثور مش برج الحمل. طب احمدي ربنا، ده بتوع برج الثور دول صعبين قوي. مين عارف الحمل صعبين ولا لأ؟ بص بقى أنا مش هفتح الهدية دي، بس هاخدها منك النهاردة بالليل في عيد ميلادي، لازم تيجي. ما ينفعش. إيه ده اللي ما ينفعش؟ لا 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 ازاي، طبعا لازم اجي. معقوله ما اجيش بعيد ميلادك؟ اه 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 لو مديت ايدك عليا تاني انا ممكن افتح لك قرنك. تشربي تكيلة؟ لا. ليه؟ اصل زي ما تقول كده تكيلة عليا. بقول لك ايه؟ تسمع عند دماغي الفيل الازرق؟ عبارة عن ايه دي؟ شفت التكيلة ده؟ على زي فودكا؟ هتشوف الناس دي كلها ريانة مالت. محدش قلع. لا هو تقريبا التكييف حالي. وطي التكييف وطي. لا بس انا عجبتني قوي يا بنت القرود حركة انك تقعدي في الاوتيل لوحدك. لو مديت ايدك تاني هقلع كعب الجزمة ده وهشقه بين عينيك. السيد اللي قاعد جنبي ده. بقولك ايه؟ جربت دماغ المهرجة؟ ايه دماغ المهرجة دي؟ دي عبارة عن زي كونياك على سطل بيرة. ويعمل ايه المهرجة بقى؟ هيركب الفيل الازرق. مش تباركي لي مش انا هغير الدراع ده؟ رانيا زعلان قرفانة منزعجة. طب اعمل ايه في المزوخ اللي انا قاعد معاه ده؟ سوخ منه. بقول لك يا مستر ادهم، ممكن ادخل الحمام؟ هتعمل ايه في الحمام؟ هعمل ايه في الحمام يعني؟ هطلع بطاقه اكيد، هعمل بيبي. اوه خبيت قذارتك. اخرج يا سيدي.